مساء الخير على كل متابعي صدى البلد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. أنا مريم كمال وهنستعرض مع بعض آخر وأهم الأحداث على مدار 24 ساعة في كل المجالات، وهنستقبل تعليقاتكم واستفساراتكم من خلال حساباتنا الرسمية على فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وكمان تيك توك. والبداية مع أهم العناوين: السيسي للقبائل الليبية، مصر تسعى لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي. لدعم الجيش المصري، تظاهرة مليونية على مواقع التواصل الاجتماعي. الحبس والغرامة، عقوبة جديدة للمتهمين بالتنمر. الإسكندرية تنهي أزمة شاطئ النخيل بسور حديدي ودوريات مراقبة. أثرياء العالم يخسرون تريليون دولار بسبب كورونا. أكبر عملية اختراق لحسابات مشاهير العالم على تويتر. تحت شعار مصر وليبيا شعب واحد مصير واحد، اجتمع الرئيس السيسي النهاردة مع وفد مشايخ وأعيان ليبيا واللي وصل مصر مبارح. الرئيس السيسي أكد على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل للأجيال الجاية. ومن جانبه أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي أن الوفد المتواجد في القاهرة حالياً بيمثل كل القبائل الليبية، وأن الزيارة هدفها تأكيد دعم القبائل للتصدي للغزو التركي. واجهة التحديات اللي بتقابل ليبيا، طب احنا دورنا ايه؟ دعمكم ومساندتكم، ويجي بعد كده اي مصلحة تانية. احنا كان موقفنا لما قلنا ان خط سيرة الجفرة لا يتم تجاوزه لا من الشرق ولا من الغرب، كان الهدف منه هو دعوة للسلام. على واقع أزمة سد النهضة والتدخلات التركية في ليبيا، نشطاء على السوشيال ميديا دشنوا هاشتاج لدعم الجيش المصري، وقالوا من خلاله ان مصر كلها جيش في الوقت ده، ما ينفعش حياد او عتاب، اما تكون مصري وطني او خاين لبلدك. ملايين المصريين تفاعلوا مع الهاشتاج لدعم الجيش المصري، واعتبروا ان الظروف اللي بتمر بيها المنطقه ظروف استثنائيه، وان حق مصر في الميه مساله حياه او موت. بعد تحول التنمر الى ظاهره بتشكل خطوره على المجتمع، مجلس الوزراء وافق على تغليظ عقوبه التنمر في قانون العقوبات. ونصت الماده الجديده للقانون على التالي: يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصاؤه عن محيطه الاجتماعي. والعقوبة المقررة في القانون الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة ما تقلش عن 10,000 جنيه وما تزيدش عن 30,000 جنيه. محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قرر ينهي أزمة شاطئ النخيل كلياً بعد تعدد حالات الغرق وآخرها غرق 12 شخص يوم الجمعة اللي فاتت. المحافظ كشف عن البدء في إنشاء سور حديدي أو شفاف علشان يقدروا يتحكموا في الدخول والخروج من الشاطئ، كمان هيكون في قيود لمنع التسلل من خلال دوريات مراقبة على مدار 24 ساعة، واللي بدأت عملها بالفعل ومنعت النهاردة أسرة من التسلل للشاطئ الساعة 4 الفجر. احنا مبدئياً كده في هنعمل سور حديدي او سور شفاف على الكيلو 800 متر عشان نتحكم في عملية التسلل للشاطئ. يمكن حضرتك شفتي امبارح كان في اب واولاده الاثنين نازلين الشاطئ الساعة 2 صباحا، احنا منعناهم الحمد لله، وفي اجراءات كتير احنا هنعملها للشاطئ بحيث ان نتحكم في عملية الدخول والخروج فيه ونمنع اي تسلل للفترة القادمة ان شاء الله. ومن أخبارنا المنوعة النهاردة: خسارة أثرياء العالم حوالي تريليون دولار في 2020 بسبب أزمة كورونا اللي بدأت أواخر 2019 ولا زالت مستمرة حتى الآن. بحسب تقارير صحفية، 500 شخص من أثرياء العالم خسروا تريليون دولار بواقع 16% من صافي ثروتهم الإجمالية. أبرز الأسماء في قائمة الخسارة شركة لاس فيغاس ساندرز والملياردير الأمريكي وايلد كاتر هارولد. تعرض موقع تويتر لأكبر عملية اختراق على يد هاكرز مجهولين استهدفوا حسابات المشاهير في المال والسياسة والفن، من بينهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا بيل جيتس وجيف بيزوس وإيلون ماسك. الهاكرز طلبوا من المتابعين إرسال مبالغ بالعملة الرقمية بيتكوين ليحصلوا مقابلة على ضعف المبلغ. أسهم تويتر هبطت 4% بعد ساعات من الاختراق، وعلى الفور فتحت الشركة تحقيق ولسه بتحاول توصل لهوية المخترقين والثغرة اللي سيطروا من خلالها على الحسابات. وإلى أخبار الرياضة، والبداية من شكاوى النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. الإعلامي أحمد شوبير قال إن رئيس الزمالك لن يخضع للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس الأهلي محمود الخطيب، والسبب إن الحصانة لن ترفع عن مرتضى منصور النائب في البرلمان، لذلك مش هيتحقق معاه، والكلام ده على مسؤولية مصادر في مجلس النواب. رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق
استمر في تصريحاته المثيرة للجدل وأكد عدم اقتناعه بإمكانيات محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني. رضا عبد العال قال إنه مش مقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق لأنه معرفش يطور مستواه في الفترة اللي فاتت والمدربين ظلموه بسبب مركزه. طبعا كابتن رضا بيقول الكلام ده بعد تألق تريزيجيه وإحرازه هدفين في آخر مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي. وإلى أخبار الفن، واحتفال خاص على السوشيال ميديا بخطوبة الفنانة أمينة خليل بحضور اقتصر على العيلة والمقربين ليها. المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي شيروا صور خطوبة أمينة خليل والبهجة اللي ظهرت بيها واتمنوا ليها حياة سعيدة. لكن المفارقة العجيبة هي إن الخطوبة بتيجي في الوقت اللي بيتعرض فيه مسلسل ليه لأ من بطولة أمينة خليل واللي بترفض فيه الخطوبة والتقايد وبتسعى فيه للتحرر. ده اللي خلى الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تكتب بوستات زي اللي قادرة على التحدي والمواجهة اتخطبت يا بنات. خليكم انتوا تحدوا وجهه لوحدكم بقى، وكمان اللي قالت ليه لا دلوقتي قالت نعم، خلي لا تنفعك انت بقى. جولتنا على اليوتيوب النهارده هنبداها بفيديو جميل لاب كفيف احترف المحاره من اجل لقمه العيش. حضرتك انا اسماعيل من سعد عبد الحميد ابراهيم، سني 43 سنه او 45، متعلم معايا دبلوم زراعه، واخد دوره كمبيوتر من جامعه القاهره، كنت شغال في السياحه وحصلت لي حادثه فقدت فيها بصري، كنت شغال في السعوديه، بعد ما جيت من السعوديه ففقدت بصري، حصلت لي حادثه بتنقل من مكان لمكان قاعد بالايجار، شغال زي ما انت حضرتك شايفني حاليا دلوقتي بعد ما كنت سواق ودخلي ثابت، لما بشتغل بالمعمار بالدنيا. لا دي بقى لها سنين، ممكن مثلا من اكتر من 10 سنين مثلا. والله انا كان دخلي كان كله ما جيت بدور على دخل، قالوا لي ليك معاش اللي هو بتاع التضامن دوتي، رحت التضامن قالوا لي لا مالكش عندنا حاجه، ده انت تبع التامينات. رحت التامينات لقيت متامن عليا، كان متامن عليا سواق، ما كنتش عارف موضوع التامين السواقين دوت ان انا ليا حق ان اصرف معاش فيه. عملوا لي ساعتها معاش مش عارف 275 او 375 حاجه زي كده. فطبعا 375 كان معايا سيد وكان معايا يسرى وكان ادم عمره حوالي 6 شهور. يعملوا معاك ايه؟ بدات بقى ان انا افكر ازاي ان انا اجيب دخل ازود الدخل. لجأت الشركات والمصانع وكلمت ناس، كان واحد عندنا في المنطقه عضو مجلس الشعب، قلت له عايز اي حاجه، عايز كشك حتى اشتغل فيه، طب اديني حاجه اقف فيها مثلا، اقف مكان مثلا ابيع اي حاجه، المهم ان انا ارزق. رد عليا سؤال غريب جدا، بيقول لي تعالى اديك كل شهر 30 جنيه مش عارف ولا 20 جنيه. ثابت عليا نفسي قوي. بدات ادور في المعمار، اشتغل هنا شويه هنا شويه. حكايات مرعبه من شاطئ النخيل هنشوفها في الفيديو ده. سمعت عن الخرافات اللي موجوده حوالين الشاطئ هنا؟ ده في جن وفي مش عارف في ارواح سمعت عنها؟ انا 20 سنه هنا من كرة، اول قريه اتعملت في الساحل الشمالي. فيها 37 شارع طولي مفيش حاجة سد الرؤية، يعني من 1 ل 12 تبقى شايف البحر. هو 12 يعني 12 شارع يعني تبقى شايف الرؤية كويس. ده شاطئ، بس هي في حملة يعني حملة كده عاوزين يضيعوا الشاطئ دوت. طب ليه؟ طمع. ايه سبب الحملة؟ كل الناس طمعانة في الشاطئ دوت وطمعانة في الجمعية دي وعودة سقطها. لكن جمعية محترمة جدا. أولا إحنا حوالي 66,000 ساكن، اللي مسجلين منهم حوالي 25,000. من 2011 طلع الليبراك دي، وطبعا أنت عارف نفس أزمة البناء مخالف اللي موجودة في اسكندرية كلها. كان الحنال والثياب اللي كان موجود في البلد وما كانش فيه شرطة ولا بتاع، لكن ال 35,000 ساكن ولا مسجل ولا دافع كرنحيه. الجمعيه عندها عجز مالي بدرجه ان العماله بتوع الجمعيه بقالهم 6 أشهر ما قبضوش، مش عارفين يقبضوها. الفلوس كلها حاجزه عليها التعاونيات، الودايع حاجزه عليها التعاونيات. يعني بدرجه ان سياده المحافظ قال لك نعمل حاجز او سور، معناش فلوس نعمل السور. انا بكلمك وانا في قلب المضغ. واخيرا هتافات قبائل واعيان ليبيا تحيا مصر. الله معنا، الله معنا، يحيى السيسي، يحيى السيسي، يحيى السيسي، يحيى السيسي، يحيى السيسي، يحيى السيسي.
يحيى السيسي العربية يحيى السيسي عاشت العروبة يحيى السيسي. دي كانت أهم الأخبار معانا النهاردة. ياريت تكتبوا لنا في التعليقات مشاركاتكم وأراءكم والقضايا اللي حابين نناقشها من خلال موقع صدى البلد، وتابعونا من خلال حساباتنا الرسمية على فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وكمان تيك توك. كانت معاكم مريم كمال من موقع صدى البلد.